عملنا هاشتاج على تويتر نعرف رأي الجمهور في المباراة، وبيشرفنا دايما التفاعل يعني مع الجمهور. أحمد وجيه بيقول أوزوريو لازم يمشي امبارح. اللي جاي ده بيفهم. برافو أحمد الشيخ صبحي اللي بيشتت في راس زميله. يعني مين السبب في الهزيمة؟ قلنا السؤال كان هل هو أمين عمر ولا أوزوريو ولا اللعيبة ولا تكتيك شوقي غريب؟ السؤال أمين عمر والفريق والمدرب؟ فين السؤال طيب؟ ما هو السؤال المفروض يبقى على الشاشة. لاعبوا الزمالك اللي بتترقص وبتلعب بالكعب زي ما يكون فايزين 6-0، ده رأي الجمهور في أمين عمر. دايما ده هو السبب في الهزيمة، دايما في ماتشات في التعادل يعني، دايما في ماتشات الزمالك بيعمل مصيبة من أول مشكلة فرجاني. أولا جميع اللاعبين، ثانيا المدرب، ثالثا الحكم، لا داعي لذكر اسمه عشان أنت بتلعب في نادي الزمالك وعارف الظروف، لازم تكون تتحمل وتقاتل. سؤالنا يعني طبعا عملنا استفتاء جودة، خسرت الزمالك نقطتين بالتعادل أمام المقاولين، هل سببها أوزوريو ولا لاعبو الزمالك ولا تكتيك شوقي غريب ولا الحكم أمين عمر؟ طبعا الأغلبية العظمى متفقة على أن 46.6% من الحكم أمين عمر. إيه أنت تختار إيه من الأربعة؟ أنا زعلان من الجمهور اللي قال 46% حكم أمين عمر، ان هم ما جابوش أوزوريو. لا في أوزوريو، أوزوريو 24% ده لازم يبقى الاول. انت في رايك أوزوريو؟ طبعا رايك اجود يعني برضو كابتن. يعني قبل ما اقول رايي بس عايز برضو عشان احنا اتكلمنا عن نادي الزمالك ويمكن مش نسينا الوقت ما جبناش ان احنا نتكلم على كابتن شوقي غريب اللي هو خارج طبعًا. يعني خارج من خساره، مش دايما يعني مش دايما الزمالك لما يخسر او النادي الاهلي يخسر دايما بنقول الاهلي والزمالك هم اللي وحشين وبنغفل تماما دور الفريق الثاني او المدرب الثاني. يعني بنبارك له طبعا نقطه بطعم الفوز مع نادي كبير زي نادي الزمالك وليها دفعه معنويه كبيره، خصوصا ان هو خارج من خساره غير متوقعه قبل المباراه، ولكن في المباراه لو حضرتك تفتكر نادي بلديه المحل خسر 2-0. بس انا ما زلت على اقتناع ان المقاولين هيعاني السنه دي، عندي احساس كده يعني شكل برضو النقطة دي نقطة مهمة جدا طبعاً. برضو كابتن وحضرتك عارف ان اللعيب بيبقى راجع من خسارة غير متوقعة بتبقى عايزة برضو شغل. طب ما قلتليش اجابتك على السؤال يعني الأربعة. انا بصراحه موضوع ان 8 لعيبه يكونوا متغيرين في اول مباراتين في الدوري ده موضوع صعب جدا.